49 منحة دراسية من صندوق رعاية المبتكرين لمين؟ لخريج الثانوية العامة. خليني هنا بقى أسأل دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين. أهلا 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 يا دكتور. أهلا أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الله يبارك في حضرتك. وبعنوان منح دراسية لمين؟ النوابغ. النوابغ، يعني ايه يا فندم؟ اشرح لنا وفهمنا، والمنح دي هتبقى في جامعات داخل جمهورية مصر العربية ولا براها، جامعات أجنبية ولا الجامعات مثلا الحكومية، برنامج تعليم خاص، او اذا كانت برنامج جامعات أهلية، الخ الخ، يعني عايزين نفهم وشروطها ايه برضو يا فندم. تمام يا فندم. بالنسبة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، احب انوه ان هو انشئ بتوجيهات من السيد الرئيس لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ. حلو. والصندوق ليه مجموعة من الأهداف كثيرة لدعم ورعاية وتمويل أنشطة الابتكار والمبتكرين. من ضمن المهام المكلف بها الصندوق طبقا لقانون إنشاؤه هو تقديم منح للطلاب المبتكرين والنوابغ لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج. احنا بنعمل السنة دي لتقديم منح 49 منحة زي حضرتك ما أشرت للطلاب للدراسة بالداخل. لسه أول مرحلة لينا 49 منحة، اخترنا فيهم مجموعة من الجامعات للشراكة معاهم، نتحمل تكاليف المنحة مناصفة. السبع جامعات هي الجامعة المصرية اليابانية، جامعة زويل، جامعة النيل، جامعة الملك سلمان، جامعة العالمين، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة. سبع جامعات عندها مجموعة برامج متميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبالذات التكنولوجيات الجديدة الحديثة اللي مطلوبة دلوقتي في الوقت القادم لتأهيل يساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر وتعميق التصنيع المحلي. طيب ده خبر بمليون جنيه، ده لا مليون ايه، ده خبر بملايين انا عارف. طيب شروطه يا فندم ايه؟ المنح شروطه ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة ويتقدم لإحدى هذه الجامعات مباشرة، أو مش متقدم للصندوق. الجامعة عندها نظام القبول الخاص بها والتقييم. جزء من نظام القبول بتاع الجامعة بيعتمد على الدرجات اللي اجتازها واللي حصل عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. جزء ثاني من اللي بيأهله للقبول بالجامعة هي مجموعة من الاختبارات، سواء كان اختبارات اللغة أو الكريتيكال سينكينج أو التفكير النقدي وبعض المهارات الأخرى. الجامعات دي بتختبر فيها الطالب عشان تطمئن إلى إنه سيتناسب ومستوى التدريس والتعليم اللي هيحصل عليه في هذه الجامعات. بعد ما الطالب بيقدم للجامعة ويجتاز اختبارات القبول ويبقى من الفئة المقبولة بالنسبة لهم والمؤهلة للحصول على المنح، بيبعتوا لنا الليستة بتاعت التوب، المجموعة التوب. بيتعمل مجموعة تاني من الاختبارات ومراجعة للملف الشخصي بتاع الطالب المتقدم. الملف الشخصي بنطلب منه شوية حاجات تكون فيه، طبعا بيانات شخصية عادية. الجزء الثاني، هل الطالب دخل أي مسابقات محلية أو دولية وحصل فيها على مراكز متميزة تشير إلى نبوغه في أفرع العلوم المختلفة، العلوم الأساسية، أو الطالب اشترك في مسابقات محلية أو دولية تخص الابتكار والاختراع وحصل فيها على مراكز معينة تؤهله أو تدي مؤشر إلى إن هو ده المبتكر بتاع بكرة والمخترع بتاع بكرة. نفس الحكاية، مهاراته وتفكيره وأسلوب تفكيره، هل هو بيتكلم زي ما بقول معتاد على التفكير التقليدي ولا تفكير ابتكاري. وده بنعمله بالاتفاق مع أحد الأماكن المتخصصة في هذا النوع من الاختبارات. عظيم جدا. طبعاً. لا عظيم يا فندم، كمل كمل. انا يعني طيب مبسوط. يبقى انا عندي الجامعه بتختبره، بيعدي في مرحله، التوب منهم بيخشوا مراحل ثانيه، بنشوف ملف التقديم بتاعه، من ضمن حتى ملف التقديم الشخصي بنطلب منه يعمل فيديو عن نفسه لمده 3 دقائق، يقول يعرف نفسه، هو داخل المنحه ليه، الغرض منها ليه، هو متوقع منها ايه، مين المثل بالنسبه له القدوه. دي بتدينا صوره برضو عن الشخصيه بتاعت هذا الطالب المتقدم ومدى حماسه ليها. بعدها الاختبارات بتتم، مجموعة من الاختبارات الأخرى بتقيس مستوى الذكاء، مستوى التفكير، استعداده للابتكار.
المجموعه دي بقى المحصله بعد المرحله الثانيه بنقول خلاص ادي المجموعه السبعه الطب اللي تقدموا اعلى سبعه فيهم بيحصلوا على المنحه بالشراكه بين الصندوق وبين الجامعه دي. طب هل مثلا مطلوب في بعض الامور انه الطالب يقدم ابتكار هو اللي قام بيه من الالف للياء ويعرض على لجنه او يتقدم بيه للجامعه والكليه اللي هو عاوز يلتحق بيها؟ في المرحله بتاعت المنحه يمكن المجال مش هيسمع عشان مرحله التقديم والتحكيم وبدء العام الدراسي ممكن تبقى صعبه شويه، لكن هو الصندوق بطبيعته هو بيتلقى اي ابتكارات من اي سن من اي تطبيق وبيدرسها ويقيمها وممكن يمولها ويساعد في تنميتها كمان لو في بعض المراحل اللي المبتكر مش قادر يوصل ليها. لكن في اتفضل. لا يا فندم كمل، يا فندم كمل يا دكتور. في مرحله المنحه بنركز فقط على قياس قدراته وتفوقه العلمي، ده هو المعيار الاساسي عشان يلتحق ببرامج محدده احنا مختارينها من الجامعات، الجامعه ممكن يكون فيها 10 20 30 برنامج، بس احنا حددنا مجموعه من البرامج بالاتفاق مع الجامعات، البرامج دي اللي احنا في احتياج ليها خلال السنوات القادمه عشان في خطه للتنميه المستدامه للدوله يبقى احنا بنتمشى معاها، فدي اهداف. حلو. مجموعه من البرامج المحدده واغلبها في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحديثة. كويس خالص. استمرارية المنحة أظنها مشروطة باستمرارية التفوق الدراسي. بالظبط يا فندم، لأن حضرتك عارف ممكن يبقى طالب جاب مجموع كويس اجتاز المرحلة، لكن هل اتأقلم مع المستوى التدريسي اللي هو بيمر بيه ومستوى البرامج المتقدمة اللي بيشتغل بيها؟ فعشان يستمر التمويل المشترك اللي ما بيننا وبين الجامعة للطالب شرط إن هو يجتاز التقديرات اللي بتطلبها كل جامعه على قدر المستوى. طيب دي كده مرحله اولى، حضرتك قلت لي انه في مراحل اخرى قد نذهب بتقديم منح للدراسه في جامعات اجنبيه خارج البلاد. بالظبط يا فندم. هو دلوقتي في يمكن حضرتك في نهضه في مستوى التعليم في مصر من انشاء جامعات بفروع اجنبيه في مصر وببرامج متطوره في جامعات اهليه بتنشا كتيره وفي الجامعات الخاصه وفي الجامعات الحكوميه، فاحنا بدانا في المرحله دي بالجامعات المصريه، لكن هذا لا يمنع ربما يكون هناك بعض التخصصات حتى للدراسات العليا ربما محتاجين حد يدرس ماجستير في تخصص معين محتاجه الدوله، يدرس دكتوراه يروح لمده تدريب لشهر اثنين ثلاثه خارج مصر، فساعتها بامانه ساعتها لازم هنقول احنا محتاجين نبعت الطالب ده في المكان ده لمده قد كذا عشان يتعلم ايه ويرجع بيه يخدم الدوله فيه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، اللي بتقوموا بيه في هذا الصندوق شيء عظيم من شانه فعلا انه يحمس الطلاب كلهم الى مش بس التفوق والنبوغ والابتكار وما الى ذلك، ده شيء عظيم جدا. كل الشكر لدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعايه المبتكرين.